بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اللي هتناوله في الكلام هو عبارة عن ردود على استفسارات أعضاء في جروبات الأرانب. طبعا أنا لما برد على الحاجة دي هدفي مش استفادته هو لوحده، استفادة أي حد يخطر على باله بالسؤال وإزاي يتصرف فيه. فطبعا أول سؤال جالي بيقول: شي طريقة لعلاج البرود الجنسي عند الذكور ورفع الخصوبة عند الإناث جزاكم الله خيرا. طيب إزاي أنا جايب قطيع حديث يعني متلقحش قبل كده يعني شباب وأجي أشغله ألاقي مفيش إنتاج أو مفيش قبول للتلقيح؟ طبعا ده مش بيجي أي كلام كده، لا، ده أنت ممكن بتدخل النتاية للذكر في عمر هي فيه صغيرة يعني ما وصلتش لمرحلة التخصيب، أو إن الذكر نفسه نفس الشرح برضه صغير، ده سبب من ضمن الأسباب يعني، أو إن النتاية دي يكون فيها أي مرض فتنسى إنها تقبل تلقيح. الذكر شرحه في اللي أزرت من كده إن في مربيين لما بيجوا يجروا عملية التلقيح عشان ما عندوش خلفية علمية فبيجي يودي الذكر للنتاية في القفص بتاعها، ففي الحالة دي الأم أو النتاية دي بتعتبره معتدي عليها أو متحرش بيها، طبعا بتحاول تقاومه، وبعد كده لما بتلاقيه رزل بتروح أضماه في المخاصي بتاعته. أدام أضمته في المخاصي بتاعته أصبح الذكر ده ما يسواش ساغ، لازم يتباع لحم. فدي الأسباب اللي هي بتاعت إن الناس ما تقبلش والكلام ده. طيب في سؤال تاني بيقول: الذكر أول شغل بيشتغله بين كل تلقيحة والتانية قد إيه في الطبيعي بدون إجهاد عليه؟ سؤال جميل من واحد عاوز يشتغل سليم. ناس كتير لما بتشوف الذكر عمال ينط شمال ويمين ويلقح دي ويلقح دي، الكلام ده هيبان أكتر في التربية الأرضي، بص تلاقي الأرنب عمال يلف بس شغال. طيب أنت شغال لكن بتستهلك، فيبقى إذا شغلك ده هيبقى غير منتج، مش هينتج عنه ولادة أجنة والكلام ده. فهنا عشان يبقى المربي عارف إزاي يحافظ على الذكر بتاعه، أولا أنا عن نفسي بتبع مبدأ إن الذكر لازم يكون رشيق. رشيق يعني إيه؟ يعني مفرحش قوي بإن أنا أكبر حجمه وتقل جسمه وهو عايش في قفص سلك وكل شغله بيبقى على رجليه الخلفية، يعني كل احتكاك رجليه دي بتبقى في السلك زي أكنك بتحكها في مبرد، فبالتالي هيجيله تقرح عرقوب. إذا جاله تقرح عرقوب وهو أساس شغله على رجليه الخلفية ما خلاص انتهينا، هتصلحه إمتى ويشتغل إمتى؟ فأنا كنت مبدئي ده يعني بحب الذكر يكون رشيق محافظ على صحته وحيويته. وعشان أنا أحافظ على صحته وحيويته لازم بعد تلقيح اللي لقحه وأثبته في السجل بتاعي أريحه يومين وبعدين أدخل له أنثى تانية وأريحه يومين وهكذا. دي طريقة التلقيح والمدة بتاعتها المضبوطة. في كمان سؤال برضو مربي بيسأل: كيف تكون الأنثى رافضة للتلقيح؟ الأنثى عشان تكون رافضة للتلقيح في أسباب، الأسباب دي إيه؟ يا إما إنها صغيرة ما وصلتش لمرحلة الخصوبة، يا إما إنها
عيانة مريضة فيها عيا معين المربي ما اكتشفهوش أو ما عالجوش، يا إما إنها مش يعني مستسيغة الذكر، ده ممكن تدخل بعد كده دخلها لذكر تاني يعني. ده بالنسبة لرفض الأنثى للتلقيح، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.